بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في تغطيتنا الإخبارية المستمرة، والتي نؤكد فيها للمنصة أننا نلتزم بالمهنية والتجرد من الآراء الشخصية. أما التوجهات والانطباعات فهذا الشيء يعود للمشاهدين، ونحن لا نتحمل مسؤولية. وفي الحقيقة أحبائي، الدنيا والعانة، بالفعل الدنيا والعانة، وفي هذه اللحظات لا حديث في العالم، في الصحافة، في القنوات، في الإعلام، هناك ردود أفعال كبيرة حول العالم. الإمارات تحدثت أيضا وصدر منها رد فعل، سواء أنه الجميع يتحدث الآن عن البيان اللي خرج من العميد يحيى سريع، واللي أكد في امتلاك اليمن صواريخ هايبرسونيك، أي صواريخ فرض صوتية. اعملونا لايك احبائي، ارفعونا ريت هذه الحلقة، ولا تنسوا الصلاة على النبي في التعليقات، كتب الله اجري واجركم. ولنبدأ على بركة الله، وتعال احكي لك. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى اصدقائي. اذا العميد يحيى سريع خرج في بيان واكد امتلاك اليمن صناعة محلية صواريخ فرض صوتية. الخبر هذا الجميع متفاجئ. انا متى قلته لك؟ قلته لكم قبل 3 أشهر. اليمن تمتلك صواريخ فرض صوتية قد تصل سرعتها الى 8 ماخ. قلت لكم في اخبار طالعة في هذا الصدد، حين كان البعض دخل يسخر من اللجان، اياها دخلوا يسخر من الخبر. الان تم التأكيد على هذا الخبر، وانه صاروخ هايبرسونيك الجديد. طبعا هايبرسونيك معناه صواريخ فرد صوتية، صاروخ فرد صوتي، هشرح لكم اياه بعد قليل. هو الذي تم به استهداف سفينة سارة، والتي تم تسريب فيديوهات من عرض البحر لها، والنيرون مشتعلة فيها، وبعض القوارب الاخرى المختصة بالاطفاء تحاول اطفاء النيران فيها. والصواريخ الفرد صوتية هي صواريخ اسرع من الصوت بما بين 5 إلى 25 ضعف، اي يمكنها ان تقطع من 2 إلى 8 كيلو في الثانية. تخيل انت كل ثانية من 2 إلى 8 كيلو متر، علما انه هذا الصواريخ يصعب التعامل معها او حتى اكتشافها. ليش؟ هجيكم بعد قليل، ولكنها تعمل حوالين نفسها موجة من البلازما تجعل الرادار لا يستطيع ان يرصدها، وحتى اذا رصدها كرادارات حديثة جدا ومتمركزة بشكل جيد. بالنسبة لمسار الصاروخ فهو في كل ثانية هيقطع 8 كيلو، كل دورة للرادار هيكون الصاروخ قطع مسافة هائلة. هذا هو البيان الصادر عن العميد يحيى، واللي قال فيه القوات المسلحة اليمنية تكشف ولأول مرة عن هوية الصاروخ الذي استهدف سفينة MSC سارة V اللي في البحر العربي، وهو صاروخ فرد صوتي محل الصنع، يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيقة الإصابة، ويصل إلى مديات بعيدة، وسيتم توزيع مشاهد الإطلاق مع بقية التفاصيل عبر الإعلام الحربي لاحقا إن شاء الله. ومباشرة أصدقائي، بعد أن خرج بيان العميد يحيى سريع، خرج علينا مستشار محمد بن زايد في هذه التغريدة، وقال تسعى الإمارات حاليا الحصول على اتفاقية دفاعية ملزمة وموثقة من أمريكا، تنص صراحة على أنه أي هجوم على الإمارات هو هجوم على أمريكا، لا شيء أقل من هذا. هذا رد فعل الإمارات على الصاروخ أو الأسلحة الفرد صوتية اليمنية. الآن الصواريخ الفرد صوتية تمتلكها فقط دول محدودة حول العالم، كوريا الشمالية، روسيا، الصين، أمريكا وبريطانيا تقريبا، هم 5-6 دول فقط التي تمتلك صواريخ فرد صوتية. تخيل من بينها اليمن. كيف جاء؟ هحكي لكم بعد قليل، وردود الأفعال حول هذه المسألة. والتغريدة التي جاءت من الإمارات نقلتها SA24، تقول لك الإمارات تقدم طلبا للولايات المتحدة بعد إعلان قوات صنعاء عن امتلاكها صواريخ فرد صوتية. جاء ذلك على لسان عبد الخالق عبد الله المستشار السياسي للرئيس الإماراتي محمد بن زايد في منشور على حسابه بمنصة إكس. واسمع هنا، قال لك رجح مراقبون أن سبب مسارعة مستشار ابن زايد للحديث عن حاجة بلاده لاتفاقية دفاعية تلزم أمريكا الدفاع عن الإمارات إذا تعرضت لهجوم، ناتج عن مخاوف إماراتية من إعلان صنعاء عن امتلاك صاروخ فرد صوتي، باعتبارها ستكون هدفا سهلا لقوات صنعاء حال عودة اندلاع الحرب بين التحالف الذي تقوده السعودية بمشاركة الإمارات وبين صنعاء مجددا. كذلك RT راشا توداي، أي روسيا اليوم، قالوا تكشف أنه صنعاء تكشف عن استخدام صاروخ فرد صوتي لقصف سفينة تابعة للفريق ألف. في الحقيقة الخبر هذا مرعب. الصاروخ هذا
مرعبة أصلاً. شوف الصواريخ الفرصوتية هي بشكل عام مرعبة. ليش؟ لأنه لا يمكن التصدي لها، لا يمكن التعامل معها، ولا يمكن اكتشافها. أضف إلى ذلك أنه عندها القدرة على المراوغة. بيقول لك من الصعب جداً مواجهة صاروخ بهذه السرعة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تدميره بأي صاروخ بسبب حركته في مختلف الاتجاهات والارتفاعات. ويعتبر هذا النوع من الصواريخ من أحدث الأسلحة والمعدات التي تنتجها وتستخدمها دول مثل أمريكا وروسيا والصين. اليوم سرعة هذه الصواريخ الفرطية من 13 إلى 15 ماخ، هذه التي تمتلكها روسيا مثلا. اليمن نعتقد أنه يصل سرعته إلى 8 ماخ. وطبعا يوجد صواريخ في العالم تصل العابرة للقارات تصل سرعتها إلى 22 ألف كيلو متر في الساعة. روح اسأل روسيا عنها. وانتو يوتيوب طبعا عارفين احنا لا مع ذا ولا مع احنا، نحن مع السلام والمحبة يعني ونبذ الكراهية والعنف والقوانين الدولية ونشر تغاريد السلام في كل مكان. انتو عارفين احنا نعلق على الموضوع فقط. اذا هذا الخبر احبائي يشغل الرأي العام الدولي الان، والجميع بدأ يتحدث عنه، وستكون له تداعيات والكثير من التعليقات وردود الأفعال خلال 24 ساعة القادمة. أين ستصل الأمور؟ إحنا متابعين هذه الأخبار بشكل مختصر. غدا إذا طرأت معلومات جديدة عن الصاروخ ويتم الكشف عنه أكيد، والمزيد من المعلومات عن سرعته وتقنياته هذه الليلة كلها وشكله، هنعرف الكثير من المعلومات عنه. طبعا إحنا الآن بنصور الحلقة هذه على الساعة 11:48 دقيقة تقريبا، فمش تنزل حلقة الساعة 2-3 تقولوا قد نشروا المقطع انت قديم. اوكي احبائي، حتى اراكم في حلقة اخرى. هذه لكم مني تحية، انا ايمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعا.